شاهد أشهر لحظات التعاون والأنانية بتاريخ كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم متابعين الكرام في كل مكان. لا يخلو عالم كرة القدم من الغيرة بين اللاعبين، فهذا يشعر أنه يريد أن ينفذ ضربة حرة ويشعر أنه أفضل من زميله، وهذا يريد أن ينفذ ركلة جزاء، ولكن في النهاية هناك من يتخلى عنها لأجل صديقه ولأجل الفريق، ومنهم من يكون أنانيا. فلنشاهد معا هذه اللحظات في تاريخ كرة القدم وكيف يتعامل اللاعبون معها. لنبدأ. هنا هجمة منظمة لبرشلونة، فيقوم ليونيل ميسي بالدخول إلى خط 18 ويأخذ ركلة جزاء فيتركها لكوتينيو، وهو يكون على بعد هدف واحد من الهاتريك، لكن كوتينيو يحتاج لهذه الضربة حتى يعود لمستواه. وهنا أيضا ليونيل ميسي يقوم في مباراة سيلتا فيغو وبرشلونة بتمرير الكرة للويس سواريز حتى يضع هدفا في الشباك، وهذه الركلة أثارت جدلا كبير. هنا هجمة رائعة ومنظمة لفريق أرسنال، فبدلا من أن يقوم أوزيل بتسجيل الهدف قام بتمرير الكرة لزميله بالفريق وقام بوضعها بكل سهولة في الشباك. هكذا تكون الروح التعاونية وإلغاء الأنانية في كرة القدم. أما في هذه الهجمة الرائعة لفريق ريال مدريد، وبعد أن أخذ اللاعب انفرادا أمام الحارس قرر عدم الأنانية وأعطاها لزميله بالكعب، فقام بنزيما بإدخالها في المرمى. أما في هذه الكرة فقام هذا اللاعب بأخذ انفراد أمام الحارس، لكن زميله الأناني الذي قرر أن يدخل الكرة ولم يستطع، فقام بعرقلته وإيقاعه أرضا، وذلك عن دون قصد. هذه هجمة رائعة منظمة أخرى قام بها أفراد هذا الفريق، إذ أنهم أخذوا انفرادا مع الحارس وأصبح المرمى خاليا، وكادت أن تدخل الكرة لكن زميله قرر أن يأخذ الهدف في أنانية كبيرة منه. في هذه المباراة تحصل هذا اللاعب على ركلة جزاء، فقرر هو أن يسددها دون أن يعطيها لأحد، فقام الحارس بصدها مما أثار غضب اللاعب الذي هو مسؤول عن تنفيذ ركلة الجزاء. أنانية هذا اللاعب أدت إلى خسارة الفريق. هنا نيمار وكافاني يتقاتلون عن من ينفذ ركلة الجزاء، ولكن كافاني يرفض إعطاء الكرة لنيمار ويسددها، ولكن الحارس يقوم بصدها. هنا اللاعب هيغوين يتخلى عن الكرة للاعب ويليام، ويقوم اللاعب ويليام بتسديد ركلة الجزاء ويدخلها في المرمى لتعلن هدفا رائعا. هنا راموس المسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء يعطي الكرة لموراتا بكل رضا ويزيل الأنانية من الفريق مما يجعلهم يتوافقون، وها هو موراتا قد أدخل الكرة في المرمى. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.